أنا محتارة كتير في فهم ربنا لما بتكون في مشكلة مثلا بين طرفين، ده بيعند وده بيعند، وفي شخص في النص مظلوم بينهم. بعد سنين صلاة الأمور مش بتتغير، نيجي نقول هو ربنا ليه مش بيتدخل ويحل الموضوع؟ الرد بيكون ربنا ملهوش دعوة بقلوب البشر، ربنا مش هيجبر حد على إنه يعمل صح أو غلط. طيب هو مش ربنا ضابط الكل، هو مش هيجبر حد، بس في انسان مظلوم ضايع بين الاتنين، يعمل ايه؟ هما كل واحد ماشي في عنده ومش راضي يتنزل، وهو ما فيش قدامه غير ربنا، وبيقولوا له ربنا مش بيتدخل. طب يعمل ايه؟ يروح ينتحر ويخلص من الضغط اللي عليه، لانه الموضوع وصل لانه طرف حارم الطرف المظلوم من أهله. شوفي، لو في اتنين بيتخانقوا وفي واحد في النص مظلوم، ودي بتحصل كتير أوي، مثلا زي تلاقي راجل اتخانق مع مراته والأطفال هم اللي مظلومين في النص، هل ربنا هيصالح الاتنين اللي هو الأب والأم بس عشان الأطفال؟ لو عمل كده يبقى هيمسك الكرة الأرضية كلها ويخليهم روبوتس، هيفرض عليهم رأيه وتصالحوا، يعني تصالحوا بالعافية. ربنا مش بيفرض على الناس رأيه خالص، لكن هو بيكلمهم في قلبهم علشان ينقذوا الطرف المظلوم أو يفكروا فيه. لو حصل والطرف المظلوم ده فضل مظلوم، لو هو صغير ما تخافيش عليه، لما يكبر ربنا هيبارك له قوي وهيعوض له أيام ظلمه، أيام ما اتظلم يعني. لو هو كبير ربنا مش هينساله التعب ده كله، وفي السماء فوق هيبقى المظلوم ده أحسن من كل الناس، وهو ده الأهم، انه في السماء يبقى ليه مجد وكرامة اعظم. ممكن كمان ربنا يسمح بالظلم في بعض احيان، يسمح بالظلم، مش هو عاوز الظلم، لانه بيبقى عاوز الناس تتعلم الاحتمال، تتعلم المغفرة، حاجات تتعلم بعض الفضائل. فربنا بيدي فرصة للناس انها تمر خلال التجارب دي علشان تتنقى اكتر او تعرف طريق ربنا اكتر، او على الاقل تصلي اكتر وتقرب منه، وهو ده اللي هو عاوزه، علشان عاوز الناس كلها تحبه وتخش السماء عنده في الاخر. انا مسيحية عايشة في اسرائيل وبدخن ومش عارفة ابطل التدخين، وعندي مشاكل صحية وعصبية متوترة، انا حياتي عادية اللي بعمله بقرار الاجبية، عاوزة اتغير مش عارفة. التغيير بيجي تدريجي، ما بيجيش فجأة، يعني انت عاوزة تتغيري، ودي في حد ذاتها حاجة بركة كبيرة قوي، ان انا عاوز اتغير، عاوز اغير حياتي. كل حاجة جت بالتدريج، حتى التدخين، انت لما دخلتي فيه بالتدريج، مش مرة واحدة رحت شرب علبتين ثلاثة في اليوم، انت فضلتي تطلعي كده من سيجارة الاثنين لخمسة لعشرة لعشرين لثلاثين كده يعني. فانت دلوقتي بالنسبة للتدخين زي ما بدأتي من الاول خالص، وقلتلك بدأتيش انت بعلبتين ثلاثة، نزلي التدخين، خلي السجاير تقل سجارة سجارة، يعني انا مش بصعبها عليكي خالص، انت عشان خاطر صحتك، ما هو بعد الشر لو جرالك حاجة هيقولك امنع التدخين دلوقتي، وعشان خاطر صدرك ولا قلبك ولا واتيفر هتلاقي نفسك تنفذي الكلام بتاع الدكتور غصب عنك. فانت احسن بالراحة كده ابتدي نزلي عدد السجاير اللي بتشربيها، لان دي مضرة جدا لصحتك وعادة سيئة، وطلبي من ربنا الصحة، واحنا نصلي لك ان ربنا يغير قلبك. وطبعا زي ما انت بتقولي السجاير، لما انا متاكد انك لما هتبطليها هتبقي عصبيه ومتوتره، بس ده في الاول، ده في اول الطريق، لكن بعد كده بتبقي كويسه. انا مبسوط منك جدا انك بتقري الاجبيه، شاطره، برافو جدا جدا، لكن يا ريت تقري في الكتاب المقدس كتير قوي على قد ما تقدري، لان ده هيغير حياتك كلها.